التوقيت الزمني لهذا الانطلاق. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقة الشوط 18 من هذه اللحظات بثاني أيام مهرجان المؤسس. نتواصل مع تحديات أبناء الخليج، مع تحديات أشواط الأصالة وأشواط التراث. نتواصل مع الشوط 18، شوط الحقائق القعدان، وهناك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول. نتابع التحديات ونتابع المنافسة هناك في مقدمة الشوط. هناك مع التحديات الأولى يحمل الرقم 1 وهو في المركز الأول، صايب لراشد بن علي بن بخيت المقارح المري، ولكن صاحب المركز الأول هناك شاهين لمحسن بن محمد بن راشد العمري في أول المراكز ينطلق مع البداية ومع التحديات الأولى. بينما المركز الثاني أيضا يتواجد شاهين محمد بن مبارك بن محمد الاكتبي مع المركز الثاني، يتواصل بموقع المنافسة وبموقع التحدي. بينما المركز الثاني هناك من يتقدم مياس وسعيد بن راشد بن قدير الاكتبي المحنك ينطلق مع هذه اللحظات على المركز الثالث. بينما المركز الرابع هنا الانطلاق مع رعد عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس هناك المنطلق النشمي وخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين يتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمتحدية بمصادرة هذا الشوط بدائرة النداء، بدائرة الصراع والنزاع. نعود مع المقدمة، نعود مع التحديات الأولى ومع مقدمة الشوط. هناك المقدمة مع شاهين ومحسن بن محمد بن راشد العمري يتقدم ويحافظ ويتزعم الأعداد المشاركة بانطلاقة شاهين على المقدمة وعلى صدارة الشوط. بينما المركز الثاني أيضا شاهين آخر يتواصل مع التحدي والمنافسة، محمد بن مبارك بن محمد الاكتبي مع المركز الثاني. نقلتنا مباشرة مع صاحب المركز الثالث، هناك النشمي وخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين يتواصل ويتواجد على المركز الثالث. نسير مع المركز الرابع ونتابع التحدي مع رعد عبد الله بن مسر بن علي بن سفران المري على المركز الرابع. وخامسا وصل بهذه اللحظات مياس لسعيد بن راشد بن قدي الاكتبي على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للمرة الثانية. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس النجوم، للخمس العمالقة المتواصلين بهذا المسار وبهذا التحدي. نسير مع التحديات الأولى ومع المقدمة ومع الصراع على السيارة. هناك يتقدم شاهين مع مقدمة الشوط، ما زال يحافظ وما زال يسيطر على زمام الأمور. نتابع المقدمة ونتابع التحديات الأولى مع محسن بن محمد بن راشد العمري في مقدمة الشوط، ولكن شاهين آخر يترقب الموقف، محمد بن مبارك بن محمد الاكتبي مع المركز الثاني. وهنا المركز الثالث النشمي مع خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. ورابعا يقترب مياس ويتواجد سعيد بن راشد بن قدير الاكتبي ام المركز الخامس. هناك من يتواجد شاهين لسالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري مع المركز الخامس. الله 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 الله، اللحظات الاخيره والسياره تنتظر، السياره تنتظر. 500 متر يا
مدمرين هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. وهناك شاهين محمد بن مبارك بن محمد الاكتبي، ولكن مياس مياس المحنك المحنك يتحرك مع اللحظات الأخيرة. سعيد بن راشد بن قدي الاكتبي يتسلل إلى مقدمة الشوط مباشرة مع مياس وشاهين، ولكن النشمي يتحرك مع المركز الثاني خالد بن سيف. خالد بن سيف الفادة سيف الخيارين، مياس والنشمي، النشمي ومياس، السيارة تنتظر. الله 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 الله، المحنك أم الخيارين؟ ولكن المحنك. تهانينا وألف مبروك لسعيد بن راشد بن قدير تبي على فوز مياس وحصول على السيارة المركز الثاني. النشمي خالد بن سيف الفادة سيف الخيارين، المركز الثالث شاهين لمحمد بن مبارك بن محمد الكتبي، المركز الرابع المركز الثالث شاهين غدير بن سالم بن راشد بن حفيظ المزروعي، المركز الخامس وصل الشامي حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي على المركز الخامس. مشاهدي الكرام تهانينا والف مبروك لسيد سعيد بن راشد بن غدير اكتبي على فوز مياس وحصوله على سيارتي هذا الشوط. قطع الاربع كيلومترات بمسافه وقدرها 6 دقائق 14 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل النشمي بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 14 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا مبروك لخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. المركز الثالث وصل شاهين على المركز الثالث بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 15 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك لمحمد بن مبارك بن محمد الاكتبي. تهانينا لجميع الفائزين.